أجمل وأشهر 5 مساجد نصلي فيها العيد: مسجد أحمد ابن طولون من أجمل مساجد مصر، موجود في حي الخليفة في منطقة السيدة زينب، وأقرب محطة مترو لي السيدة زينب. مسجد عمرو بن العاص من أهم جوامع القاهرة التاريخية، أنشأه عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط، وأقرب محطة مترو لي ماري جرجس. هتنزل المترو وتتمشى شوية هتلاقي نفسك وصلت. مسجد السلطان حسن من أجمل المساجد الموجودة في مصر ومليان روحانيات. المسجد قريب من ميدان القلعة، وأقرب محطة مترو لي السيدة زينب. مسجد الرفاعي، المسجد بيجمع ما بين عظمة المعمار وفخامة البناء وما بين الراحة النفسية الموجودة فيه. المسجد موجود في ميدان القلعة قريب من مسجد السلطان حسن، وأقرب محطة مترو لي السيدة زينب. مسجد الحاكم بأمر الله، وهو تاني أكبر مساجد القاهرة اتساعاً، ده غير ان في سحر خاص بتحسه بمجرد دخولك المسجد. واقرب محطة مترو لي باب الشعرية. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد.